متابعي الكرام مشاهدينا عشاق المستديرة أينما كنتم أينما تواجدتم أهلا ومرحبا بكم هنا في قمة الليلة بين موناكو ونجوم غليل، قمة مرتقبة في هذا المشوار الكبير. نعم دوري رابط بسلوات لكرة القدم لعام 1422 محمد حسين وأصور معلقا على هذه القمة، على هذه المباراة الجميلة المثيرة، على هذه المباراة. التهديد الأول الكرة الأولى لكن عبد السلامات هنا الكرة تعود هنا الاستلام من الكابيتان ومن الكوتشينجو بن سعد يلعب الكرة يا ربي المتصدي الى لكوتا سلطان محمد اذكر يا ستار هناك واحدة من الاجوال على طريقة الراسية كروسا اما هي العناوين اما هي التفاصيل العب لوحدة يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي عدت سلامات عدت كمان عدت الكرة عدت وراحت وين الكرة عدت عرفية في مكان في مكان تصيبه يا ربي يا ربي عليك يا ربي يا ربي يا ربي يا من حكم الليلة هنا اللعبة في مكان عدت يا سلام يا سلام يا ربي لكن على دفعتين عبد الرحمن يتفضى يقوم الكرة الأخيرة هنا الضربة الأخيرة هل تكون يا بن سعد أم ماتا نفذها لكن أخيرا حكم اللقاء متابعينا الكرام مشاهدينا يعلن عن انتهاء الشوط الأول بتعادل الفريقين 0-0 بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام مشاهدينا عشاق المستديرة عدنا من جديد الى الشوط الثاني الى شوط القمة الى شوط القلم الى شوط السبورة نعود مرة اخرى من سيكون في شوط المدربين والافضل من سيسجل الاول هل هناك لموناكو كلمة ام هات صوت المدربين صوت الضغط والسكر يا مدربين هنا الكرة في مكان في مكان حتى عدت سلامات عدت سلامات ماتا هناك ماتا هناك عندنا كبيرة تقنية في ار لقلة وركلة جزاء موناكو ركلة جزاء بعد الذهاب إلى تقنية الفئار حادمة هل هنالك من تصدي أم ماذا ركلة جزاء ركلة جزاء في مكان في مكان هل تحضر أم ماذا علي موني اعبرت يا علي اعبرت يا علي وعبرت 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 كل الله حلوة في القمة في المرمى يا علي فالي ركلة جزائية ناجحة الآن أصبحت القمة 1-0 القاسي قاسي السامي سامي ماني على ذلك يا علي فالي متصورة بهالقوة 1-0 الآن يا ربي يا ربي يا ربي افتتح النتيجة موناكو هنا الكرة فلنت معروف من ينفذ ولكن من نفذ الكرة هو اللاعب الفنان هنا الثانية هنا الثانية هنا لكن بالقوة يا سلام على المدافعين عدت الكرة عدت سامي جيان الان اجيان عصابه اجيان سامي عسيري الان يدخل الى ارضية الميدان اللقاء الى الفيار هل هنالك بالركله لا 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 يقول الهولا
الأولى ركلة جزاء، الثانية لم تكن موجودة، لم تكن موجودة الفدية، هنا ركلة الزاوية، الكرة القادمة في مكان قد يعبرون، قد يعبرون براسية، لكن عدت سلامات وعدت ثمانية ركلة أمام، وثلاث عدت ركلة جزاء، عدت تمريرة في مكان، في مكان، في مكان، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، اللبسة التسويفة يا محمود وقف، يا محمود وقف وكلمني لا تروح، يا محمود الا بالسبكة، اما ذا يا سلطان، اما ذا يا سلطان، محمود لا 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 لا، يا محمود قلت لك وقف وكلمني، يحكم على كافك لا تروح، يا محمود لا تروح، لا تروح، يا محمود موهوب يتصل القمة بفارغ الصبر إلى النقطة الرابعة، لكن من، لكن من ملاكي تحدي، تحدي، لكن الكرة اصطدمت في العارضة، يا ربي يا ربي يا ربي، استمرار، لكن عدت الكرة الخطرة من الانطلاقة السريعة في مكان، في مكان، عدت، عدت واحد، عدت اثنين، عدت بالثالث، الله، مارادوني، مارادوني، لكن عدت الآن عبد الرحمن، عبد الرحمن عدت تشويبة من بعيد، يا ربي محمد احمد الكابيتانو يترك ارضية الميدان، واخيرا حكم اللقاء الاستاذ حمد بريما يعلن عن انتهاء المباراة في الشوط الثاني بانتصار لمناسب 1-0 على الجمغلين. متابعينا الكرام وشاهدينا، كنت معكم واصف المعلق محمد حسين على هذه القمة، مبروك لمناسب التنافر للجمغلين.